الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، الحضور الكريم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، قبل ما أنا أواصل في المنبر نفتح فرصة للمداخلات والحوار والنقاش، فرصة مفتوحة. إذا كان في تنظيم شايف إنه كلامنا ده صعب عليه أو شديد أو إنه كلامنا ده باطل، فالفرصة مفتوحة له للحوار والنقاش والمداخلات. ولعله في مجموعة من التنظيمات، لكن للأسف الشديد لأنه ما بيقدر يناقش أخواننا بالحجة. تنظيمات لو جات لقت حفلة أو غيره ممكن تجي، لكن الكلام لما يكون بالكتب ما بيقدروا يجي. وأنا ذاتي أخواننا ذل ما كنت متمني إنه يفرشوا الكتب دي، لأنه دي بترهبهم، نازل ما بيقدروا للحجة. الكلام لو كان نجر بالراس كده جماعة ذل كلهم بيجوا، أي واحد بينبسغ براو أرى وأتصور وأفتكر وأنبسغ ثم أتفجخ كان بيجي خاش. لكن ما دام الكلام بالكتب ما بيجوا خاشين. نحن والله لا عندنا لك حزام ناسف، وبس أدلة بس من القرآن والسنة، ما تخاف. جمهوري تعال خش، كوز تعال خش، عرفتها الكيزان ديل من أجرم خلق الله، فرصة مفتوحة لهم، تعال خاش دافع عن نفسك. العلمانين تشد تشد على ضلال وباطل، كلهم كل العلمانين، الحزب الشيوعي واسم الدلع بتاعه داخل الجامعات الجبهة الديمقراطية، نحن هنجي نفضحهم ليك الليلة فضيحة بجلاجل. وطبعا قدام الطلبة يا تنظيم، أي تنظيم قدام الطلبة ديل إذا ما جيت وخشيت عن منهجك الباطل ده، عرفتها دي فضيحة لك. لأن أخوانا أنا ما ممكن أكون منتمي لي لحزب وما قادر أدافع عنه، ولا كيف؟ أنا أي حاجة في الدنيا دي بعملها بكون مفتخر، بمشي الجامع بفتخر. إذا يقدر يقول لي ليه بتصلي بكون يعني خايف أو خجلان؟ لا، الواحد دار يمشي يتزوج بيجيب أهله الشد. ليه؟ لأنه ما عامل حاجة حرام، بدق الباب بيلاقي عمك، بيشوف البيت الدائرة، بيجوا الوليان والمأزون والناس بيدعوا ناس كتار. زول جابوا له مولود بيعمل سماية، بيلم الناس بيلم أهله، لأنه دي أخواننا حاجة شنو مشروعة، ما فيها دسدسة ولا مشكلة. لكن لو واحد الله يكرمكم مشى زنا، والمرأة أو البيت الزنا بيها جابت لها ولاد، طوالي بيمشي يشوف له أكبر دكتور مجرم زيه عشان يقول لي يا أخي الطريقة دي كيف؟ أها. ولو أهله اكتشفوا يمشي يشوفوا لهم شيخ مجرم عشان يجي يقول لهم يا أخواننا ضاروها. ليه؟ لأنه حاجة بتخجل. أهل لا، أنتوا يا أحزاب لو ما جيتوا خاشين هنا معنا أحزابكم دي حاجة شينة ككا معنا، فلابد تجي خاشي، لابد تجي خاشي وتناقش. فأنا قبل ما أواصل نفتح لهم الفرصة للمداخلات للأحزاب كلها، ما تخاف. لو قلت تناقشوني يا أخوان وما تفتحوا الكتب بنناقشك وما نفتح لك الكتب، لو خايفين شديد يعني مع البرد ده. أنا ما أعرف الواحد أجيب له بطانية ولا شنو، فرصة مفتوحة لك. لا لسه أنا ما بديت، لسه أصبر، جايك شغل تقيل. ونحن يا أحزاب طبعا الأحزاب عندهم خطط، يقول لك عشان نفشل برنامج الجماعة ديل ما نخش لهم. بقول الشبهة بتاعتك وبرد عليها إذات زيل كان خشت، والله إلا أنا أبقى لك شفتها في حلقومك بالحجة. بس نحن ما عندنا غير ال we just talking، فهمت؟ غير الكلام ما عندنا حاجة. فرصة مفتوحة لك، فرصة مفتوحة، ما داري أنت خشوا خلاص، نحن مسافة، أنتوا تمشوا تنادوا مجلس الآباء حق الأحزاب، نحن نواصل. طيب، المنبر ده يا أخواننا منبر ما دعوة لجماعة، ولا نحن جماعة ولا حزب، لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم شنو فرحون. فالدعوة يا أخواننا ما عندها جماعة ولا حزب، وإنما الدعوة للإسلام. ومما الناس عملوا في الدين فرق وجماعات، وده السؤال أو ده الجواب حق السؤال ليه نحن بنتكلم في الجماعات دي بصورة شديدة زي دي. ليه؟ لأن أخواننا دي فرقوا الناس. تلقى البيت تلقى الأبو حركة شعبية، والأم تلقى كوزة ولا بامبي، فهمت؟ وتلقى الولد شيوعي والبيت بعسية، وهكذا تلقاهم جوا البيت متنازعين. ولذلك يا أخواننا الإسلام حرم هذا التفرق،
وينتمي الإنسان المسلم إلى الإسلام، لا ينتمي إلى الفرق ولا ينتمي إلى الجماعات. ربنا سبحانه وتعالى، وحتى أنصار السنة داخلين في الكلام ده، لأنه في النهاية أنصار السنة الجزء بار الكيزان وجزء بار الحركة الشعبية. ناس زمان كانوا بيتكلموا عن التوحيد والعقيدة بيقوا يأكلوا مع الصوفية، زول بيقول لك إنه غير الله بنزل المطر. أنا ما عارف يكون أخواننا ذي شغلوا عليكم، زول شيخ يقول إنه الشيخ بنزل المطر، ده اسمه صلاح الدين البدوي الخنجر في جامعة أم درمان الإسلامية. قال نحن بعض مرات في السودان المطر ما بينزل، بنمشي للشيوخ. وهل المطر عند الشيوخ؟ ربنا سبحانه وتعالى، بس لو جاء واحد غارت تشغيله طوال، جزاك الله خير. مستندات قاعدة ونحن الكتب دي خوفتهم، نجيب لهم مستندات، أصبر لهم شوية كده. ها؟ ربنا سبحانه وتعالى قال أفرأيتم ما تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن شنو المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. إذا كان غير، إذا كان ناس بيقولوا إنه الشيخ بحصل مرحلة بقول للشيء كن فيكون، زي ما قال ود الكباشي، قال نحن أبونا الشيخ ربنا اداه كن فيكون على لسان، إنه بقول للشيء كن فيكون. ودي أخواننا الدعوة بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام. صح المجتمع فيه تفرق، فيه قبليات، فيه مشاكل ومصائب، وفيه فتن وفيه حروبات إلى آخر. الإصلاح للموضوع ده بيكون بالرجوع لأمرين. الأمر الأول أن يعبد الله عز وجل وحده وهو التوحيد، والأمر الثاني وهو اتباع رجل واحد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الشيوعين بيقولوا والله نحن مع الطيور مع والدبرك، نحن بنقول والله نحن مع الرسول صلى الله عليه وسلم. عشان كده بتلقى الشيوعين يا يقول لك والله نحن مع الطيور الما بتعرف ليها خرطة ولا بإيده جواز سفر. نحن طبعا الكلام ده سمعناه من المنابر حقتهم وسمعناه من الأدبيات حقتهم، فهمت؟ المهم أهم حاجة يا أخواننا الإنسان يوحد الله سبحانه وتعالى. وكلامنا ده ما برا موضوع الركن، ده جوا موضوع الركن. قالوا التوحيد لا بد فيه من 4 أشياء، وبجب أنا أغيش لك من خلال الكلام ده الأحزاب الموجودة والفرق. وأكثر ناس أفسدوا العقائد من الأحزاب البيجاية والبيجاية غير الشيعين الجبهجية، فتحوا الباب للصوفية ونشروا المدايح الشركية حقتهم دي، عرفتها بين الناس، لغاية ما كثير من الناس اعتقد فوقهم ونشروا الحجبات وغيرهم، طرق قادرية، تجانية، سمانية، كزنزانية، جشتية، سهرة وردية، عرفتها، ختمية إلى آخر، طرق كثيرة جدا. يا صوفية لو دينكم ده صح ما تبقوا طريقة واحدة، اتفقوا لنا بس. لكن أنا بجيك بعد شيء أفصل لك الكلام. قال لك الإيمان بالله، التوحيد فيه 4 أشياء: الإيمان بوجود الله، ثم الإيمان بربوبية الله، ثم الإيمان بألوهية الله، ثم الإيمان بأسماء الله وصفاته. أول حاجة الإيمان بوجود الله، إنه الله موجود، وده بفضل الله ما داير له كلام كثير، ما داير له كلام كثير، لأنه يا أخواننا ربنا سبحانه وتعالى غرز هذا الأمر في فطر الناس. نحن بنقول الكلام ده لأنه الجامعات دي فيها شيوعين كتار، ونحن ناقشنا شيوعين، ونتمنى لو في واحد شيوعي ما لقاشه تمام يجي يخش ويناقش أي فكرة في راسك، إن شاء الله بنناقش عليك ونلزمك الحجة لو داير الحجة، أما لو داير تلعب وتلخبط على كيفك، فهمت؟ الإيمان بوجود الله، إنه ربنا موجود. الشيوعين قالوا الله ماف، الله ماف. طيب ليه الشيوعين قلتوا الله ماف؟ البيجي بيقول لك إن وجد ده جيبوا سلموا لنا هنا، ليه مافي؟ قالوا في حاجة اسمها نظرية داروين. أها نظرية داروين دي شنو؟ قالوا أصل الإنسان كان عبارة عن خلية أولية، خلية أولية، بعد ذلك تطورت هذه الخلية لغاية ما بقت قرد الشمبانزي وقرد الثعلب هكذا، بعد هذا كتاب أصل الأنواع، بعد ذلك بقت إنسان. طيب السؤال يا شيوعين، من وين جات الخلق الخلية الأولى منه ولا جات براه؟ مرة ناقشنا شيوعي في جامعة السودان، ناقشته 2008، قلت له انتوا بتقولوا الله ماف،
طبعا جاي من الإسلامية الشيوعي، جاي جامعة السودان الإسلامية ديك طبعا كلها عزابة، الكديس هناك تلقاه ذكر، وطبعا العلمانيين البيئة ديك ما بتنفع معهم، دايرين لهم محل فوق خلط وحبوكانات وكلام فارغ. جايك أنا شيوعي والله الليلة بين راسك، بس جايك أنا والله إن شاء الله ننجمك نجام عمرك ما سمعت به، بالحجة بس عندك حنك تعال خشنا والله ننجمك نجام نعدمك الفرد في الحزب، فهمت الحاصل؟ بالحجة بس تعال أغنعنا. طب مش قلت حداسي ونحن ما دارين الشغل القديم؟ نحن القديم ذاته، تعرف القديم ديلا نحن ذاته. تعال ناغشنا في 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 كلام وكتب ومؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، في مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية، ده شيوخنا بنفتخر بهم، وافقوا الحق معهم، ما وافقوا الحق كلامهم بالرد بالكتاب والسنة، ما في لعب أصل، ما في كبير على الحق أبدا. عرفت يا أحزاب؟ ما بتخمونا نحن، لأنه الليلة يا أخواننا الأحزاب الليلة كلها سبب في ضياع السودان. كده خلينا نناقش الأفكار بعد ذاك نخش معهم قدام. طيب فقالوا، قلت له طيب، قال أنا جاي من جامعة الإسلامية للسودان، قال عشان أبرطع، يعني عشان يخلط بالبنات ويخرب أعراض وكده، كلام ده شنو يا شيوعين؟ تعال خش بناقشك، ده كلام شيوخك. قال إنه الزول الشيوعي لابد يكون إنسان من أفجر خلق الله، قال كده. هذا اللي قاعد كلامك قاعد، ولو ما مصدقني النت عندك قاعد، أكتب البيان الشيوعي كارل ماركس وفريدريك إنجلز، قاعد كتبك ما حافظها شيوعي، قاعد بس للخلط. أنا جايك أصبر لي، فهمت؟ فقمت أنا غشته، قلت له بتقولوا بنظرية داروين؟ قال لي أي. قلت له الإنسان عبارة عن خلية أولية؟ قال لي أي. قلت له الخلية الأولية جات من وين؟ قال لي جات في المستنقع، جات كانت في مستنقع. طيب سؤال، المستنقع جاء من وين؟ قال لي جاء المستنقع كان في مذنب هالي ونظرية الانفجار العظيم. سؤال، الانفجار العظيم كان وين؟ وجاب المواد المتفجرة وخلق منه؟ والخط البيئة بتاعت الانفجار المناسبة منه؟ والبدا الشرارة بتاعت الانفجار منه؟ ما بخليك، لما خلاص انقطع بفضل الله وسكت، لأن يا أخواننا العلماء قالوا العقل بتاع الإنسان ده، العقل بتاع الإنسان ميزان دقيق صح، ميزان، وربنا ميزه بين الإنسان وبين شنو؟ وبين الحيوان، صح ولا ما صح؟ لكن الميزان بتاعك ده ما بقيس أي حاجة، ما أي حاجة بتدريك بعقلك. وإلا أنا بسأل الشيوعي ربنا قال ويسألونك عن الروح. طبعا ممكن الشيوعي يقول لك لا انت ما تناغشني بالقرآن، لأنه القرآن نص مقدس، انت عندك مقدس، انت لو عندك مقدس كان ما انتبهوا، انت اعتبره نص بس، وناقشني في النص ده موافق للعقل ولا مخالف للعقل. لأنه الشيوعيين بيوهموا كثير من الشباب انه يا اخواننا الدين ده مصادم للعقل، فهمت؟ وانه الدين ده مصادم لتطور الإنسان. لا، أنا بتحداك يا شيوعي، ربنا سبحانه وتعالى ذكر قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أنا بتحداك الآن تلقى زول راقد في السرير، لا عيان لا تعبان لا شقيان، ويقول لك الزول ده مات. أنا بزال الشيوعي، الزول ده ما قادر يتحرك ليه؟ أكسجين قاعد، الأكل قاعد جنبه والموية جنبه، البيئة بتاعت المعيشة كونه الإنسان يعيش موجودة، ليه الزول ده ما قادر يعيش؟ يقول لك روحه طلعت. لا روحه طلعت دي حقتنا نحن المؤمنين بالدين، أنت ما مؤمن بالدين، أنت فسر لنا تفسير علمي، مش قلت علمي؟ تعال جيب لي الروح دي في معمل في لاب، قول لي والله الروح دي لقيناها فيها 12 كروموسومات، جيبها لنا كده، مش انت قلت بتؤمن بالمادية حاجة كده تكون ملموسة حاجة هبشبل يعني، عرفتها؟ تعال خش ورينا لها. فده اخواننا العقل ده ما بقيس اي حاجة، ما بقيس. وإلا من نتحداك بالروح دي، الشيوعي تلقاو الجامعة تد معديها خلط، انت وانا من حقنا نفرح نطير زي الفراش، تلقانا صاقعة خمنا لا انت يلقوك لا انا. طيب يا شيوعي تعال جيب لي 2 كيلو حق حب، مش انت بتحبو كانات، جيب لي 2 كيلو حق حب، يقدر يجيبه؟ تعال شيله في كيس، قول لي هذا الحب، تقدر؟ ليه يا أخوة؟ هل الشيوعي مؤمن بالحب ولا؟ يقول لك يا سلام يا أخ، أنا عندي حاجات جوا،
انا بمرق عليك الليله حاجاتك الجوه دي، لكن تعال جيب لي حاجه ماديه. عندك ميزان حبوميتر عندك تجي تورينا انه في هنا؟ يا اخواننا ما تلعب علينا نحن. الشيوعيه هلا رفضوها، دار تجي تجيب لنا نحن الصدره. فده الناس يا اخواننا بينكروا وجود الخالق، بيقولوا الله ماف، الله ماف. ربنا سبحانه وتعالى قال ام خلقوا. شوف النقاش ده منطقي كيف تتحدى به اكبر شيوعي في الارض. ربنا قال ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون. ربنا ناقش قال لك هم ذاتهم خلقوا من العدم، جو من العدم، ولا هم خلقوا انفسهم، ولا خلقوا الاكبر منهم السماوات والارض؟ يعني الليله الشيوعي يقول له يا اخي لو في كراسي معلش يا شباب ودوها البنات ديل واقفات، ما من باب مساواة المرأة بالرجل، لكن من باب قول النبي عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا. فالزول اللي بيقدر يدي اخواتنا ديل يديهم يقعدوا، عرفته؟ فالشاهد من الكلام يا اخواننا انه الانسان يناقش الناس ديل بالقرآن، والقرآن فوق الحجة العقلية والحجة المنطقية اللي بيقبلها أي زول ولو كان كافر ذاته. لأنه لو سألت الشيوعي قلت له والمايك ده جه من العدم، يقول لك يا أخي ما تبقى أهبل. أيوه، يعني ما ممكن يكون المايك خلق روحه؟ يقول لك أيوه. طيب الكون ده يكون خلق روحه كيف؟ ما هو ما داري يقول لك إنه الله خلقنا. لأنه لو قال لك الله خلقنا نمشي معاك نمرة اثنين. الله خلقنا خلانا طلقيب ساكت ولا أمرنا ونهانا؟ طبعا لو قال طلقيب تاني بنرجع معاه في الإيمان بالله، يقول لك هاي خلاص أمرنا ونهانا. ها نحكم بالدين ولا بالشيوعية والعلمانية؟ بعد ده بيتزرع وبيتورط. عشان كده من البداية هو بيقول لك شنو؟ بيقول لك الله ماف. تقول لي يا زول صلي الله يهديك، يقول لك إن وجد، إن وجد. ليه؟ لأنه دار ينكر وجود الخالق، ونحن بنتحداه بأدلة واضحة. أي عاقل، أي عاقل ما ممكن يا أخواننا إلا ويؤمن بهذه الأدلة. عشان كده أبو حنيفة رحمه الله الإمام المعروف كان إمام ذكي. جو ناس من الهند قالوا له يا إمام دارين نناقشك في وجود الله، الله فيه والله الله ما فيه. والكلام ده ذكره شيخ ابن عثيمين رحمه الله في الواسطية وغيره من أهل العلم. طائفة يسمى السمنية دي للجبهة الديمقراطية الهنود، عرفتها؟ قالوا له دارين نناقشك في وجود الله. الإمام أبو حنيفة قال لهم تعالوا لي بعد كم يوم. جو لقوا خات يده في خده ويتفكر ويتأمل زي زول السرحان. قالوا يا إمام جيناك للمناظر، فيما تفكر يا إمام؟ تكلم معاك. قال إني أفكر في أمر عجيب. قالوا وما هذا الأمر العجيب؟ قال أفكر في سفينة تجوب البحار والأنهار وتحمل البضائع وتنزل البضائع ثم تعود من حيث أتت وليس عليها عمال ولا ربان ولا حمال. فقالوا له أجننت يا إمام؟ أيفكر في هذا عاقل؟ فقال أقول لكم سفينة تجوب البحار والأنهار وتحمل البضائع ثم تعود من حيث أتت، فتقولون لي مجنون، وأنتم تقولون أن هذا الكون بسماواته وأرضه وأشجاره وبحاره وخلقه وجد صدفة، فأينا المجنون؟ شوف الحجة دي قوية كيف، عرفتها؟ عشان كده الشيوعي يا أخواننا ما في شيوعي عنده حجة. الشيوعي لما نجي بس بيبدأ لك بالكوز لأنه حمار عبد الله وتسعد، وطبعا ليه الكوز ده لابد ينجلد. نحن جايين كلهم بالدور، تبين راسك بس الكوز بين راسك جايينك، اصبر بس، فهمته؟ فذلك يقول لك الكيزان قدموا نموذج سيء للدين. اها، معناه الدين كعب؟ لا انت كعب والكوز كعب، لكن الدين ما كعب، عرفته؟ الدين الجبه، والرسول عليه الصلاه والسلام النبي صلى الله عليه وسلم جاب التوحيد. يا اخي انت ما ممكن تربي لي بشر على غير التوحيد ودارين تقيموا دين بلد ملانه تجانيه. التجاني بيقول صلاة الفاتح، قال جاءني جدي رسول الله يقظة لا مناما. وطبعا في السودان هنا عندنا عموما لو دار تكذب على السودانيين تقول لهم انا جدي الرسول، تقول ابو لهب ما عنده تراب، فهمت؟ يجي يقول لك انا جدي الرسول، اها يعني نعمل لك شنو يعني؟ لو جدك الرسول صلى الله عليه وسلم هل نعبدك يعني؟ تدار كده؟ ما بنعبدك، ولو بقيت مجرم بنرد عليك زي ما ربنا رد على ابو لهب. ابو لهب انت قاعد يسموه ابو لهب ليه؟ قال لأنه بيلهب من الجمال، ده أبو لهب. ربنا قال تبت يدا أبي لهب
وتب يعني هلك وخسر، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. كان شريف، كان عم الرسول عليه الصلاة والسلام، مش كذا، كان عنده غديرتين، عارف غديرتين معناها شنو يا كوز ويا شيوعي؟ عارف غديرتين معناها شنو؟ معناها عنده ضفيرتين من شعره، ضفيرتين دي هنا في السودان بيجوا طلال بلد جوتك، خلينا نواصل هنا، فهمت؟ ضفيرتين قال لي، زي ما جاء في حديث مسند الإمام أحمد. المهم فهنا في السودان يزول داري لعب يقول لك جد الرسول، قال جاءني رسول الله يقظة لا مناما، قال وداني صلاة الفاتح، وأخبرني أن المرة الواحدة منها تعدل قراءة القرآن 6 مرات، مع أنه ربنا عز وجل قال ده في المرة الأولى أنا جايك، لا، مع أنه ربنا قال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض شنو ظهيرا. وربنا سبحانه وتعالى قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. التجاني تاني قال شنو؟ أحمد التجاني ذاته، وفي ناس بيخافوا، أنت بتخاف من شنو؟ يتكلم فيه ساي واحد يقول لك بينفخك، وشيخ ولا كمبرسون ينفخني، أنا ذاتي داري ينفخني والله عشان أبقى سمين شوية، دار أحصل مرحلة إنه أبقى قدر الكوز. ما شفت الكوز بيتكلم كيف؟ يا لله، تلقاه من لك ريش هنا يا لله، اتق الله يا الناس يا زول، أنت بتلعب علينا نحن كويس؟ ده جاي إنه لسه نحن الكوز جاي إنه، ونحن حربنا للكيزان يا أخواننا ما حرب عشان عيش، مش عشان جوعونا، لو الكيزان ده المشوا صح وأكلونا التراب ما عندنا مشكلة، لكن لأنه الكيزان هم أصلا ماشيين غلط. لكن كثير من الأحزاب لأنهم جاعوا في الدنيا حتى يادوب مرقوا على الكيزان. نحن حربنا على الناس ديل حرب مبدئية، إنه زول بيتحاربوا لقيم مش لمواقف، لأن المواقف بتتغير، يعني الليلة ده لو أكلوا ممكن يسكت زي ما أكلوا ناس كتار. المهم فشاهد من الكلام، نرجع لموضوعنا الأول، الشيوعي اللي بيجي يقول لك إنه نظرية داروين يتكلم عنها داروين ذاته، قال وتبقى الحلقة المفقودة في هذه النظرية من أين جاءت الخلية الأولية؟ جاءت من وين؟ ما ده سؤال، ده سؤال، من وين جاءت؟ من وين؟ إلا تقول خلق الله، تاني ما عندك حل. ده نمرة واحد. نمرة اثنين قالوا صدفة، العلماء قالوا أي فعل لا بد له من فاعل، لأنه أنت يا شيوعي لما أنت تقول لا يوجد صدفة بس جبراه وكذا بقوم بطقك في طوبة بطوبة في نص راسك، تقول لي يا زول مالك؟ أقول لك صدفة، أنت ضربت صدفة، ما صدفة صح؟ يجي داك يطقك في شنو؟ صدفة، ده بخش عقل. ولذلك أخواننا النظريات بتاعت الشيوعيين وغيرهم من الناس العلمانين دي نظريات فاشلة فارغة ساكت، كلام هوا غشوا به. ولكن كثير من الشباب مخدوعين، قال إنه الناس ديل على حق وعلى خير، وفي الدنيا دي قال إنهم بنجحهم. شيوعيين في الدنيا ما نجحوا أبدا، ما نجحوا. الاتحاد السوفيتي 1991 أو نهاية الثمانينات وبداية التسعينات، لما هم جابوا الأسلحة النووية كان بيستوردوا التمر من العراق اللي كان خاشي له في حرب مع إيران، مع إنه صدام حسين زول بعثي، الناس اللي بيقولوا نحن عرب، ونحن في السودان ده ما تقول لي عرب وما عرب، دي كل أخواننا، ده كل من الجاهليات النتنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوها فإنها شنو؟ فإنها منتنة، جاهليات، نحن عرب وما عرب، وديل زرقة وديل ما عرب، ده تضيع السودان يا أخي. نحن بلدنا دي اسمها السودان، على وزن شبعان، ده من ناحية لغة عربية بس، وظمآن وريان. العلماء قالوا الصفة لما تنتهي بالألف والنون تدل على امتلاء الموصوف بالصفة، ريان يعني شنو؟ ملان موية صح؟ وظمآن ملان عطش، وسودان معناه شنو؟ ما تلعبوا علينا نحن يا أخواننا، يجيك واحد نحن عرب وداك نحن ما عرب، هذول هوي ده شغل بتاع جاهلية ساكت. شوف نحن هنا مسلمين، نحن بيجمع بيناتنا الدين ده، لكن انت تقول لي نحن عرب وما نحن، وشنو يعني؟ بعدين سؤال، الجنس المعين بتاعك ده المفضل؟ يقول لك اي. طيب
هل ربنا سبحانه وتعالى كلفنا إنه نبقى جنس معين ولا ما كلفنا؟ ما كلفنا ربنا. أنت أصلاً بتجي بجنسك ده، صح ولا ما صح؟ لأنه لو كان فيها يعني تكليف وكده كان نحن دارين امتحانات الملاحق، صح ولا ما صح؟ يمكن يلحقون العرب دين ولا كيف؟ يا أخوانا ما تلعبوا علينا، أنا بتكلم مع الأحزاب. بعثي حزب قومي بعثي يدعو للنعرة العروبية، وحزب تاني من الأحزاب يدعو للنعرة الأفريقانية، وداك يدعو للنعرة النوبية، وداك يدعو للنعرة الكده. ده كل أخواننا في الدين حرام، ما بجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال لي خير البشر الصحابة بعد الأنبياء، قال وقد قال رجل من المهاجرين يا للمهاجرين، وقال رجل من الأنصار يا للأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبدعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم، دعوها فإنها منتنة. نحن لو بقت دي غيامنا يا أخواننا البلد بتتصلح، لكن لو بقت دي مشاكلنا نحن قوميات، وأحزاب في السودان قائمة على قومية. يا أخواننا الدول حتى الدول الكافرة عندها موازين وقوانين. الليلة أنت لو مشيت، أنت الليلة لو مشيت لأمريكا دار تكون حزب شيوعي ما بيسمح لك، ما تسمح حريات وما حري، ما بيسمح لك، لأنه النظام بتاعهم ما بيسمح بشنو؟ ما بيسمح بفكرة اشتراكية. نحن في السودان ليه ما نعمل قانون نجرم فوق الجهويات؟ كونه يكون في حزب بيدعو لنعرة معينة، نعرة معينة من النعرات، ده يا أخواننا ما تأصيل للتفرقة، ده ما عبارة عن فتيل بتاع حرب راجلة وشرارة. ولذلك يا أخواننا شوف، والله نحن ما بلمنا إلا الدين ده. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء في مكة لقى فيه يعني من الضلال ومن الشرك ومن النعرات ومن الجاهليات. يا أخي تخيل الكفار قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام، قال لي اسمع، نحن دارين نجي نسلم، لكن انت معك عبيد، عبد الله بن مسعود وبلال وابو ذر، دي الناس ما عندهم غيمة، ونحن اشراف. ده كلام ناس كفار مكة قالوا لي، والناس دي لطردهم وتجي تكلمنا نحن برانا، دارين دين شنو؟ دين كده حاجة كده برا وكده، دين خمسة نجوم. ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. الآية دي للرسول عليه الصلاة والسلام. ما في لعب عشان تجي تدعون للنعرات، ما في لعب عشان الناس يدعون للنعرات ويدعون للقوميات ويدعون للتفرقات والحزبيات. عشان كده أكبر مكيدة عملوها فينا الكفار إنه دخلوا فينا شنو؟ دخلوا فينا التفرق والطرقيات والأحزاب والجماعات. المهم ده جبه مناسبته، دي المسألة الأولى. المسألة الثانية عرفتها؟ المسألة الثانية أخواننا، أنا بمشي على سريع عشان نجي للتنظيمات دي. المسألة الثانية الإيمان بربوبية الله، في الإيمان إنه ربنا خلقنا ورزقنا وبنزل المطر وبيمرق الزرع، ودي حتى كفار قريش ما كان عندهم فيها مشكلة مع الرسول عليه الصلاة والسلام. القرآن قال كده، ربنا قال ولئن سألتهم من خلقهم، لو جبت أبو جهل وأبو لهب وعقبة ابن أبي معيط قلت له أنت خلقك منه، بيقول لك الله. نزل لك المطر منه، بيقول لك الله. البديك الجنة منه، الله. البديك منه، الله. طيب مشكلتك شنو؟ يقوم يقول لك نحن وسخانين وعندنا ذنوب ومعاصي، والأولياء ديل قريبين من الله، دايرين منهم يقربون من لله، لأنه ربنا ما بيقبل مننا لأننا وسخانين. وربنا قال ده الشرك ذاته. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا لشنو؟ ليقربونا إلى الله زلفى، ما دايرين منهم حاجة إلا يقربونا لله. ربنا قال إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وسخان، عندك ذنوب، عندك معاصي، وما في بني آدم، كلنا نحن بنتكلم والما بنتكلم، كلنا عندنا ذنوب. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بني آدم شنو؟ خطاء، وخير الخطائين منه التوابون. في ذول ما عنده ذنب؟ عندك ذنب، لكن لو عندك ذنب طوال أمشي لي الله، أسأل الله. لا في حجاب، لا في حرس، لا في سكرتارية. ربنا قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا
من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الآية دي سبب نزولها إنه ناس من المشركين زنوا كما قال ابن عباس فأكثروا وسرقوا فأكثروا، فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا إن الذي تدعو إليه لحسن لو 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 علمنا أن لما عملنا كفارة. قال والله دارين نسلم لكن نحن عندنا ذنوب كبيرة، لو قدرنا نتوب منا نحن طوالب نسلم. فنزلت هذه الآية قل يا عبادي الذين أسرفوا، أسرفوا ده معناها شنو يا أخوانا؟ معناها عمل معاصي كثيرة. ربنا قال لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. عرفتها؟ الليلة كثير من الشباب يجي يقول لك يا أخي والله نحن طبعا الحفلات واللعب وواواي كله عملناه، وعشان نمشي لله الشغلة دي صعبة، ويمشي يفتي واحد شيوعي يقول لنا نار مضمونة ولا جنة مجهجة يا زول. والقال لك إنت من أهل النار منه؟ القال لك إنت من أهل النار منه؟ يا أخوانا شوف سوى الظن بالله كيف. القال لك إنت من أهل النار منه؟ يقوم يورطه لغاية ما يمشي يقع في الشرك. عرفتها؟ فدي كلها كان عارفها أبو جهل إنه الله بيخلق وبيرزق. الليلة نحن في بلدنا دي عندنا ناس بيعتقدوا إنه الشيخ بيتصرف في الكون. تما سمعت المدايح بتاعت الصوفية؟ ويجوك ناس يجوك واحدين مساكين يقول لك يا أخي اسمع، يعني أنت عندك رأي في المديح؟ مديح الصوفية عندي فيه رأي، لكن بتاع ناس حسان بن ثابت ما فيه مشكلة. العلماء قالوا المديح بما ليس فيه شرك ولا حرام وليس فيه موسيقى فهو جاهز، جائز ما فيه مشكلة. تمدح النبي صلى الله عليه وسلم ما فيها مشكلة، لكن تجيب كمانجا وجيتار وده حرام. ولما يكون فيه شرك ولو ما كان فيه موسيقى برضو حرام وشرك. ها أين الكلام حسان؟ هجوت محمدا، شوف الكلام ده سمح كيف، فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء، إلى آخر الآيات أو إلى آخر الأبيات. وبيجاي تسمع بتاع ناس البرعي والكباشي وولاد حاج الماحي، ضفع الله المصوبا الشريف نسبه جر الشمس مع الملائكة ما غلبوا. كده ركز معي شوف قال الزول ده بيعمل شنو. قال جر الشمس مع الملائكة ما غلبوا والتمساح حجر في شنجلوك قلبوا. قال من كرامات الشيخ انه كان بيجر الشمس. شوف الشيخ ده كذاب كيف. ربنا في سورة ياسين ناس تامنا قروع، ربنا قال والشمس تجري، أسند الفعل إلى الشمس، بتجري براء ولا في ملائكة ذاته بجره، وده قال جر الشمس مع الملائكة، وربنا قال لك بتجري براء ذاته ولا في ملك جره ولا حاجة. شو الكذب ده كيف؟ قال السبب إنه الشيخ عنده حوار اسمه جلوك، لما جاء صلاة العصر قال لي جيب لي موية من البحر. لحد هنا لا حرام لا شرك لا كفر لا بدعة لا أي حد، ما مشكلة رسله. عرفته؟ قال لما جاب له لما مشى يجيب الموية من البحر التمساح قام بلع جلوك. الشيخ لغاية ما الشمس دايرة تقع جلوك ما جاء، قام سأل قال لهم جلوك وين؟ قالوا لا والله جلوك مش يجيب لك موية لكن التمساح أكل يا زول. قال رح كاكم البحر. قاعدة صورة وصوت في السودان. شوف السودان ده لو داير فيه زول قال الله ما في موجود، لو في زول قال أنا الله برضو موجود، لو في زول قال أنا رسول موجود. في واحد مرة في الخرطوم في أبو آدم قال قرى صيدلة وقال هو المهدي المنتظر، انتظروك بكمين إن شاء الله. عرفته؟ مجرم. قال قاري صيدلة قال هو المهدي المنتظر. واحد في العزبة في بحري قال هو عيسى بن مريم. طيب اسمك أمك اسمها منو؟ قال اسمها كلتوم ولا منو؟ طيب ما هو عيسى بن مريم انت يكون كلتوم كيف؟ ما كيف دي يا ناس؟ السودان ده بلد العجائب والله تتحير حيرة لما تحيرك ذاته. المهم ده قال مشى قام نادى التماسيح. بني آدم بيتكلم مع تماسيح؟ انت سليمان عليه السلام؟ ربنا قال سليمان لما دعا الله وعلم منطقة الطير قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما الشيطان كان دار يحرقه وقبض عليه قال لقد هممت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد ولولا دعوة أخي سليمان لفعلت ذلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. المهم قال مشوا البحر ونادى التماسيح كلهم جه. ها وبعدين قال له أمرك جلوك؟ قال لي ما بمركه، أنا ما أعرف التمساح وهابي ولا جنو. قال لي أمرك ما بمركه. في النهاية قال له أمرك مرقه، قال ضرب التمساح بسبحة قال انقلب حجر. بعد شوية الشيخ
فاتته طبعا صلاة العصر المغرب جه، قام رجع الشمس، يتخيل رجع الشمس، قام يتوضى وصلى العصر تاني رجعها في محلة. انتوا رايكم شنو يا اخوانا؟ انت عارف لو جاء ابو لهب ولا ابو جهل ولقى الصوفي ده بقول في الكلام ده، يا ادى وكف يا رقد بالواطه، والله جد ما ممكن يا اخ تقول لنا كلام زي ده. قال رجع. طيب سؤال فقهي للصوفيه، الناس صلوا العصر قبيرك، الصلاه دي يعيدوها ولا يصلوا مع الشيخ تاني؟ والمغرب كان جاء يصلوا المغرب ولا ينتظروا الشيخ يصلي؟ دي حلوها كيف هسي؟ لعب بتاع صوفيه وغير من المجارمه، وديل مكنوا لهم الكيزان جبهجيه، لو في كوز هنا تعال خش، والله يا كوز تخش هنا تبقى لك فضيحه بجلاجل، عرفتها؟ طيب ديل يا اخواننا، ديل يا اخواننا قاعدين بيعتقدوا عقائد الصوفي المشركين الاوائل ما بيعتقدوها، اعتقدوا انه الشيخ بدي الجنه وده لعب بالاعراض، ما في مخلوق بدي جنه، ده من الله سبحانه وتعالى، نبي ما ادى مرته جنه، ربنا قال كاف هاي عين صاد ذكر رحمة ربك عبده منه زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي، دعا الله قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من وراي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك جنو ولي يرثني ويرث من آل يعقوب. انت لو دار الجنة أسأل ربك، لكن تودي مرتك لشيخ قاعد في الضللة لا شغال عرفته ولا عرقان، وتلقاه ماكل 700 عتود و12 كيلة بتاع دخن، وتجد ويقول لك المرأة خليها هنا، يا زول تراجل انت، ده ما لعب يا اخواننا، ده ما لعب بالاعراض. الكلام ده حاصل ولا ما حاصل؟ ده حاصل، ده حاصل، لعب بالاعراض. والله نحن الكلام ده بنقوله ونتحدى به، واي صوفي دار يناقش بنناقشك. ما قال كده البرعي، قال كباشي كم أدى ولد في كل بلد كم حل عقد كباشي يربط ويحل كم أدى طفل من غير مس وتفل، عشان ما تقول صعلوك، من غير مس وتفل، ها واي فاي ولا جنو أداو كيف؟ نازل مجارمة يا ناس، نازل بيلعبوا على عقول السفهاء، ودير أكثر ناس تاجروا بالدين راي الشيوعين في الصوفية جنو. ده سؤال برضو سجل يا شيوعي بعدين، أو يا علماني لو خشيت رأيكم شنو في الصوفية ده؟ ليه ما تكلمتوا فيهم؟ وثبت الجبهجية 30 سنة منه غير الصوفية والبرعي، برعي حتى الختمية لما عملوا آخر انتخابات الجبهجية لما عملوها الخيمة بتاعت الختمية قال لهم شيلوها برا، خيمة المؤتمر الوطني بس، عرفتها؟ والجبهجية طبعا في باطلهم ده بيقوا أنجض من الأحزاب السياسية، ده ما مدح لهم، لكن ده الواقع بيقول كده. امشي يقبط شيخ الطريقة، لأنه الانتخابات بتقول إنه الحكم لمنه؟ للأغلبية. الأغلبية في السودان شنو؟ صوفية. بدل ما أنا أمشي لأي سوداني في بيته، الأغلبية، أمشي للأغلبية ديل في بيوتهم، أمسك الراس فوق بس، أمسك البلف، أمشي البلف أديه برادو وأديه 2 جي إكس آر وأديه قروش وأزرع عليه والسنة دي، أقول له خلاص يلا هاجب لي جماعتك، يجيهم الشيخ في أقرب حولية، ولما اخوانا طبعا وكذا وانبسغت وكذا، فنحن السنه دي ان شاء الله رمز الشجره، يمشي صوتوا للكيزان يفوزوا، ولا محتاجين يزوروها مع انهم بتاع التزوير، لانه كلمه كوز ذاتها مكونه من الكاف للكذب والزاي للتزوير والواو للربط بينهما، تكذب وتزور، فهمت؟ فهم ما محتاجين، لكن قاعدين يعملوها. المهم ديل نشروا الصوفيه، ديل صوفيه يا اخي البرعي قال بيمدح بالكذب، بيمدح النبي صلى الله عليه وسلم، قال روضة قبرك أفضل من عرش الله وأبرك، قال روضة قبرك قاعدة في الكتاب وقاعدة تسمع عديل بالموبايل قاعدة، روضة قبرك القصيدة اسمها أرني وجهك صفحة 21 من كتاب لك سلاميني، قال أرني وجهك روضة قبرك أفضل من عرش الله وأبرك. دي الصوفية بتاع القادرية هنا بيقول وأعلم نبات الأرض كم هو نابت، انت كده ركز في كلامه ده، قال كم شجرة نابت يعني نبتة يعني في الواطة، قال بيعرف شت برسيم أي حاجة قال بيعرف، قال وأعلم أي شيء بس أخضر كده ده بعرف، قال وأعلم نبات الأرض كم هو نابت وأعلم رمل الأرض كم هو رملتي، الرمل بتاع الواطة ده قال بيعرف، بس انا بس بديك بس بيدي بس حاجه كده
خمسة بس بيدي والله لما تموت ونرتاح منك ما تعده. قال وأعلم علم الله أحصي حروفه وأعلم موج البحر كم هو موجتي. موج البحر التراب ده عرفناه وراقد بيكون راجق، لكن موج البحر دي الموج بتاع البحر تحسبه كيف؟ قال وأعلم موج البحر كم هو موجتي، لغاية ما قال أنا الذاكر المذكور في كل مضمر، أنا الشاكر المشكور في كل نعمة، أنا الواحد الفرد الكبير بذاته، أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة. لغاية ما قال أنا الله عديل. وده كلام بالمناسبة يا أخواننا محمود محمد طه اللي بيشكروا فوقه كثير من الناس عبارة عن صوفي لكن صرح بعقيدته. ناس البرعي ما كيزان شوفوت ما بصرحوا به عشان الناس ما يكشوا منه، عارفين اللعب كيف بيقوموا يدسوها. لكن محمود محمد طه بليد بط كده طوالي فكاه، ولا لا عمل لا رتوج ولا اي حاجه، بس فكاه كده حامضه، فهمت؟ كتلوا بها وكتلوا على الرده والكفر، كافر تب اصلا ما عندنا فيها شك، عرفتها؟ زول يقول يا اخي، يقول الانسان قال بيعبد الله لغايه ما يبقى هو الله ذاته. الكتب قاعده انا ما دار امرق عشان الشيوعيين ما يجروا والجمهوريين وغيره، فهمت؟ فده دي يا اخواننا الحقائق. الكلام اللي انا بقول فوقه ده الجنه والله بيعلم الغيب، اسئله اللي يقول لك الشيخ بيجيب الرايح، زول بقرات وجرنا اهلنا كثير من اهلنا مساكين ما لقوا الزول اللي بيوريهم النصيحه. ودي يا اخواننا امانه والله نحن بنخدها في اي زول حاضر الليله ده، نحن بنخدها لك في رقبتك. كثير من اهلنا بيعتقدوا انه الشيخ بيجيب الرايح، شوف الشيخ ده يبقى متفق مع الحراميه، قال لهم اسرقوها وخليه يجيني انا اوريه، ولا يكون ما بيعلم كذاب. لكن انت تقول لي بعلم الغيب، ربنا قال قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيبه الا الله وما يشعرون ايان يبعثون. لعب على الناس، ده ما كان ناس ابو جهل وابو لهب عندهم فوقه مشكله، كويس؟ الليله ناس بعقائد زي دي ورطوه. دي المساله الثانيه، الايمان بربوبيه الله، دي كلها حق طلع براه، صرف في الكون، بدي الجنه، بيعلم الغيب، دي كلها حق طلع. الشيء الثالث تصرف العبادات لله، ندهته تقول يا الله. واحد قال يا بقبة اللبنية تكتب لي حجاب من راسي لي كرعية، أنا ما عرفت ده حجاب ولا برون، من فوق لتحت، ها؟ يا بقبة اللبنية. وواحدة بتكورك جايبينها في التلفونات قالت يا بكيعات يا بكيعات، عرفتها؟ واحدة تقول يا واحد يقول يا يا يا, يا الصالحين، ويا ود بدر من الفقر، يا ود حسونة من المدفونة. واحدة تقول يا بشرة إن شاء الله راجل مرة، عرفتها؟ دي تموت مشركة وبايرة الاثنين عليهم، عرفتها؟ والكلام طويل ولسه نحن عندنا نقاط، لكن أخواننا وقت الصلاة جاء، نحن إن شاء الله نصلي ونجي. وأي زول عنده نقاش منتقدنا نحن ولا منتمي لحزب، نحن كايسين لك ما لاقينك، ما تقول جارين، إن شاء الله بنصلي ونجي راجعين. موعدنا معاكم يوم الزينة ويحشر الناس ضحى إن شاء الله.